مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء طنطان بالتنسيق وطيد مع البحرية الملكية تتمكن من إنقاذ 35 مرشحاً للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منهم نساء وحوامل وطفلين كانوا على متن قارب مطاطي عالق بعرض سواحل طنطان. توصلت مصالح مندوبية الصيد البحري بطنطان بخبر يفيد بوجود عدد من الأشخاص في حالة خطر على مسافة تقدر 28 ميل غرب ميناء طنطان، وعلى الفور تم إرسال باخرة إنقاذ آسا إلى أعين المكان، وبعد عملية التمشيط والتنسيق مع جميع السلطات المعنية وبمساعدة مركب الصيد الخيط مفلح تم إنقاذ 35 شخص مرشح إلى الهجرة السرية في حالة جيدة، وتم إجلاؤهم إلى ميناء طنطان. خفر السواحل التابع للبحرية الملكية تمكن من توفير الإعانة الكافية لإنقاذ كل المنكوبين وتقديم المساعدة أثناء عمليات الإنقاذ والإجلاء.